Hamlet's endurance has reached the breaking point. His father has been murdered. His mother, whom he loves dearly, has married her dead husband's brother. Moreover, his sweetheart, Ophelia, has been acting very strangely. He senses that she does not love him anymore. Now, he's all alone. The world that he knew is shattered. His black mood of despair is deepened by his inability to act, to do something to change the situation. Now he ponders whether to continue living or to take his own life. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep, no more. And by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to, 'tis a consummation devoutly to be wished. To die, to sleep, to sleep. A chance to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns and patient merit of their worthy takes, when he himself might his quietest make with a bare bodkin? Who would fardels bear to grunt and sweat under a weary life? الإنسان غير قادر على قيادة نفسه، إنه يحتاج لأن تقوده سلطة ما من أجل أن تحميه من السقوط في الأنانية والمدينة. إننا نتلقى الأوامر العليا من الإله. إن مهمتنا فتح البلاد، نشر الرسائل على الأرض.
السيد الكولونيل. شهية طيبة. آسف للمقاطعة أثناء العشاء، لكني أرجو أن أجرب كيف يكون النظر من خلال النوافذ الدافئة. فنوافذك تبدو من الخارج دافئة سيد الكولونيل. ألا تعجبك هيئتي؟ أعلم، لكني سأشرح لك. ارتدي هذا المنظار، منظار الكمامة الذي تخلل القوات المسلحة 1934 كمنظار يستعمله انضعاف النظر تحت القناع المعدني الذي يحمي الوجه. يقولون إن الحرب انتهت، لكني لازلت أحتاج إلى المنظار لأني قصير النظر. بدون المنظار أرى الأشياء المختلطة. بي أستطيع أن أرى كل شيء جيداً على مئاتكم من هنا. وقائدنا يأكل الكافيار. ثم بعد ذلك لا بد من رفع راية الحق. لكن أنا أحب الذين يعيشون معي اليوم على نفس الأرض التي أعيش عليها. هؤلاء هم الذين أحييهم من أجل أنهم أكافح أرض أن أموت ولن أصبح قاتلا من أجل مدينة بعيدة لست واثقا من وجودها. البربرية تهدد العالم. العدو يقترب من بلادنا، ينشر السم الأممية، يهدد الحقوق المقدسة، يقوض أخلاقيات الأسرة، ينقض عرى الدين الموقر. ما أستطيع النوم سيد الكولونيل. أريد أن أقص عليك حلمي، الحلم الذي يراودني كل ليلة. إنه حلم من نوع فريد. رجل يعزف على التليفون ضخم منتصب القامة بينما يتصدر منه العرق. والغريب أن ما يتصدر منه ليس عرقا
ولكنه دم متدفق داكن حتى يبدو من بعيد جنرالا درويا بديل. لابد انه قديم العهد في ميدان القتال، اذ فقد ذراعيه وهو يعزف بذراعيه سنوات من الخشب لهما ايضاه معدني. لابد انه موسيقي غريب الاطوار. اجزاء الاكسيليفون الخشبيه ليست من الخشب على الاطلاق، ولكنها من العظام. نعم، عظام بيضاء رائعه، عظام الجمجمه والكتفين والحوض والنغمات العاليه، عظام الذراعين والساقين. ثم تاتي الدروع، الاف مؤلفه من الدروع، وفي نهايه الاكسيليفون من حيث تصدر اعلى النغمات عظام اصابع اليدين والقدمين والاسنان. الاسنان تاتي في النهايه، والان يبدا الحلم. الجنرال يوقع موسيقى مارش الجلاد.
إني أتقلب في الليل على فراشي الحقير، فكرة واحدة تؤرقني، لقد جعلوا منا قتلا. لقد ارتكبوا في حقنا خيانة بشعة. حين كنا صغارا صنعوا الحرب، ولما كبرنا قليلا قصوا علينا ذكريات الحرب بحماس، وما من أحد قال لنا في أي وجهة كنا نسير. لم يخبرنا أحد أننا ذاهبون إلى الجحيم. كانوا يعزفون الموسيقى العسكرية ويحتفلون بذكرى المعارك، بتقارير الحرب وخطط الهجوم، بأناشيد الأبطال وأوسمة الاستشهاد. وأخيرا جاءت الحرب وأرسلونا للميدان، ولم يزيدوا على قولهم لنا: أدوا واجبكم أيها الشباب. أيها الشباب إلقاءها. لم أخلق لهذا، أعرف ذلك الآن. سأحارب في اللجان. إن الأخطار واحدة، إن المرء يخاطر بحياته طبعا، ولكن تحسسا دون أن يرى شيئا. أما وقوف الإنسان على قدميه عندما يسقط الليل على المدينة وسط حشد من الذين يسرعون الخطى ليجدوا في منازلهم الحساء الساخن وأولادا ودفء امرأة، أن يقف المرء صامتا وثقا للقنبلة على طرف ذراعه وهو يعرف أنه بعد بضعة ثواني سيلقي بنفسه في مواجهة عربة لامعة. هذا هو الرعب. أيا كان شكل العمل الثوري، السجن أو المشنقة في نهاية الطريق دائما. أن أموت سيكون أهون علي من أن أحمل حياتي وحياة إنسان آخر على ذراعي. وأحدد اللحظة التي ألقي فيها بهاتين الحياتين في النار. المجتمع المنتج يعتمد دائما على عمل شاق، يتطلب تضحيات كبيرة، وأن يؤدي وظيفته عن طريق الخدمات التي تقدمها الطبقات بعضها لبعض، طبقات فوق طبقات، طبقات فوق طبقات، طبقات فوق طبق فوق طبقات فوق طبقات فوق طبق فوق طبقات فوق طبقات فوق طبق فوق طبقات فوق طبق 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 Thank you.
تصل دعواته من القمر الأبيض حتى أصبحت الليالي لطيفة. أصبحت لطيفة وما عدنا نمحو على التنفس. ثم ينتظرون من القبر الأعاد يربطتهم المتعفنة وأثيائهم العسكرية الملطخة بالدماء، ينهضون من الطرق والصحاري والمحيطات، من الغابات، من بين الأطلال والمستنقعات، بلا أسنان، بعين واحدة وبذراع واحدة، بلا سيقان، مبثق الأحشاء، بلا جمال ولا أيدي، متعفنون، والبحر يقذف إلى الشاطئ بطوفان مخيف من الكتل التي لا حصر لها وعذابها لا حد لها، وبحر الأموات المخيف الذي لا حدود له. تعدى شاطئه عنديد يقول الجنرال ذو الشريطين الدمويين، إيمان تحمل المسؤولية وأقف أمامك المسؤولية. كل ما في الأمر أن الحياة ما زالت تبدو بالنسبة لي رائعة، إنه أحب السعادة والجمال. ولهذا السبب أمحت الاستبداد وأؤمن بالثورة، ثورة من أجل الحياة، من أجل تهيئة الفرصة للحياة. ومع ذلك فنحن صنعت الموت. إننا نقتل لنبني عالما لم يقتل فيه إنسان بعد ذلك. إننا نقبل أن نكون مكرمين حتى تمتلئ الأرض في النهاية بالأبرياء. وإذا لم يحدث ذلك، حين يصبح لي سنة أن نبصق في وجه الكمال. لم يعد الإنسان اليوم يستطيع أن يشعل أي شيء، حتى السجائر، دون أن يفكر في أي شيء. ها هو ذا حريق جديد، وها هي ذي القصة نفسها تتكرر بحذافيرها. فقير يدق الباب، فقير لا يثير مظهره شكا او شبه. انهم هم هؤلاء مشعل الحرائق، مشعل الحرائق، مشعل الحرائق.
لا يستطيع المرء أن يحكم على الناس بالموت.
كمجرد كلمة فارغة. هناك الصوت الأول، هناك اللحظة الأخيرة. الصوت الأول سهرة، ثانية واحدة ستنظر إليك فيه. يجب أن تعرف، يجب أن أواجهك. فالإنسان هو الإنسان، قد يكون الموت كبير عليه في يومها، قد تراه يحط أذنه I'm gonna get it.
nigga does. We bought a bus drink, had to get ready, put it on his forehead, and make some moves. It's Charles. Home, put a gun in the motherfucker, send it to his mama, tell her he was dead. هذان الوكهان الصغيران
إذا كنتم تقررون أنه يجب أن أقتل هذين الطفلين فسأعود وسألقي القنبلة على العرب. ليست لديكم إلا هذه الكلمة. إنه لم يقتل هذان الطفلان سيموت جوعا آلاف من الأطفال. موت الطفلان لن يمنع أي طفل من أن يموت جوعا، حتى الأدب فيه نظام وهناك حدود. ليس هناك حدود. لو كنتم تؤمنون بأن تضحياتنا وانتصاراتنا ستحرر العالم من الطغيان، فماذا تساوي وفاة طفلين؟ قد قبلت أن أقتل في سبيل إسقاط الاستبداد، لكني أرى خلف ما تقول استبدادا يدور، استبدادا إذا قدر له أن يحول فسيجعل مني سفاحا، بينما أحاول أن أكون رجل عدل.
امرأة تستعد قدرا مكتوبا لا رد له ولا مانع. أما ذلك الشيء الفظيع الذي يسمونه لك بالقضاء والقدر حتى لا تسأل كيف تأتى وقضي ذلك الشيء الذي قد يأتي على مدن بأسره، فحماقة الإنسانية. فقير يدق الباب يطلب المأوى. إنسانية جدا تبيد جنس المواطنين البرجوازيين الفاني. المكتوب والقضاء قدر. مجرد الحماقة تبيد جنس المواطنين البرجوازيين الفاني. حتى لا تسأل. لقد حان وقت انتباهنا. القضاء القدر حتى لا تسأل. فيما مضى كانت تلقى على قراءة الطريق أعقاب السجائر وقشرة البرتقال بعض الفضلات، أما اليوم فأدميون. ناس يعبرون إلى الموت غير عابرين، يعبرون في استسلام مهين غير عابرين. كل يوم نرتكب جريمة قتل، في كل يوم نمر بالموت غير عشرين. دفاق الواحد يردد على الدوام بيجمع ويلعن بك ويرضى بك ويلازمه قاتله مدى الحياة، والقاتل هو أنا، وأنا المقتول الذي قتلوه، والقاتل بيكمان لم يعد يحتمل أن يكون القاتل والمقتول في آن واحد. وهو يصرخ في وجه العالم، من يحمينا من أن نصبح قتلة؟ أكون أو لا أكون Oh.
أهلاً وسهلاً.